كان رايت اتاك حاجه مثلا زي المشكله بتاعت اللي حصلت في الاسطول او حاجه مثلا زي هديكم مثال تاني عندنا انا مش فعلا مش المفروض ان انا اتكلم عن ايشوز في شركات معينه ف ما كنتش محضر حاجه زي كده هي المشكله بتاعت جوجل بس في الشركه ممكن تضرب في الشرح انا مش فاكر فعلا مش فاكرها بالتفصيل يعني هو اللي انا فاكره انه حصل ان هم صحوا الصبح في يوم لقوا الايميلات في مجموعه من الايميلات على جوجل سيرفيس اتشال دي حاجه ايش انا كنت عارفها معرفش كانت هي نفس الايميلات هو الحشيش سيم كونتنت بس اوكي اصل انا وي ار كان جوجل سبورترز اه طب انا هقول حاجه عشان طب هقول حاجه عشان اقول جوجل دي امبلمنتد السيرفيس بتاع جيميل دي امبلمنتد على برايفت كلاود في ناس في الصين بعدين في مشاكل بين الصين وجوجل هو انت على الصين يعني؟ احنا فاهمين مشكلة الصين. فاهمين مشكلة الصين معقول؟ طيب الصين الصين they wanted to ban جوجل. علشان الصين عندها governmental issues مع search results اللي بتطلع جوجل. مش المفروض واحد صيني يسيرش على الصين يلاقي هي وحشة مكتوبة عن الصين. فكانوا هيقفلوا جوجل تماما. يا اما طلبوا من جوجل ان هي تحط فلتر ريزلتس اللي فيها فيها جفرمنتال ايشوز مع الصين طبعا جوجل رفضت في الاول كان في مشاكل يعني كان في مشاكل في الاول وبعد كده وافقوا بس اون كونديشن ان السيرفرز بتاعت جوجل تتنقل من الصين تروح هونج كونج مش مشكله مش مشكله وسط المشكله ديت ما بين الصين وجوجل الناس صحيت الصبح الصين لقوا ايميلات كتيره جدا ايميلز لبعض النشطاء السياسيين في الصين اختفت من على الجيميل سيرفيس وده كان ايشو سكيورتي ايشو كانت في الستورج تاسك لو احنا بقى بنقسم دلوقتي المودرنج بتاع الكنترول فلو داتا فلو كانت في الستورج تاسك في البرميشنز بتاع الفايلز اللي موجوده على السيرفرز بتاع جوجل اللي في الصين الجفرمنت ايا يكن انا ما اقدرش كمان اتهم برضه مين اللي عمل كده بس سيمز انه حصل هاكينج على الايشو على السيرفرز بتاع الفيزيكال سيرفرز ديت واتاخد منها الداتا فدي كانت ايشو من الموضوع طيب دي وان اوف ذا كلاود فانربيلتيز بعد كده عندنا انشورينج بروبر كونكشن انشورينج بروبر كونكشن اتس ا دومين ريليتد تو اني بروبلم اني سكيورتي ايشو بتوين ذا كلاينت اند ذا كلاود في الكونكشنز زي مثلا موضوع انه من بنت اتاك اوتسايد ذا كلاينت لو حد قدر يعمل سنيفنج للباكتس اللي رايح للراوتر في ذا كلاينت من الكلاود قدر يعملها ديكريبشن او يفهم بالظبط هي معموله ازاي يبقى كده في مشكله بعد كده ايدنتي اكسس مانجمنت دومين ده ليه علاقه بحاجه من دون الامثله اللي علاقه بالمشكله دي عارفين الاوبن اي دي هتسمع عن الاوبن اي دي يس فيدريتد ايدنتيتي سيرفيس ان انا ممكن يبقى عندي سيرفيس كذا ابلكيشن كل ابلكيشن من دول I'm using one identity to sign in all these applications طبعا الفيدريتد ايدنتيتي على قد ما هي جميله على قد ما هي فيها مصايب لانه كل ابلكيشن من دول ليها امبلمنتيشن مختلف وممكن يكون على سيرفيس مختلفه فلو انا عندي السيشن بتاعتي مش ام رانينج لو شغاله على ديفرنت اي بيز او ديفرنت اركتكشرز او ديفرنت يعني سيرفرز نفس الوقت يبقى في فرصه انه لو اني اوف ذيس نودز that I'm signing in are weak enough then I will disclose all the information about the other services I'm signing in. This is one of the use cases in which we describe a threat on it now. طيب انا مش هقول الشركه ايه بس ممكن تتوقعه يعني. اليوزر دي سيرفيس ديت اتس ا بلاتفورم از ا سيرفيس in which it gives me the ability to upload my own program and identify or compile this program, this package on the platform and run this package or run this application on the platform. And I'm also able to define the number of instances which this application will need. يعني ممكن اران نفس السيرفيس دي على اعمل اول 1000 انستنس وران الابلكيشن ده عليه. ف this is how before الشغل بتاعنا كان
الموضوع كله عباره عن يوزر بي كونكتد سيرفيس، محدش يعرف حاجه بس الجوع بس. لكن افتر السيشن اللي عملناه قسمنا التاسكس دي ومسكنا كل تاسك وكنا بنعملها ستدي. بقى اليوزر بيسند اليوزر كريدنشلز والباكج ابلود، وبعد كده بتخش جوه الكلاود. جوه الكلاود بتعدي الاول بالبرايفسي تاسك، بنتاكد ان ده اليوزر اللي فعلا انكلود. بعد كده بتروح للستورج تاسك، الباكج كونتنت دي بتعمل لها سيفنج على الفيزيكال ستورج بتاعت الكلاود او البلاتفورم دي. وبعد كده من الستورج تاسك بنروح على كومبيوت تاسك اون ذيس بلاتفورم ذات انستولز ذيس باكج. الثريد كانت في حاجتين، كانت اولا كانت في الكومبيوت تاسك ان انا I am able using this platform service to define an infinite number of instances for each application. ممكن ان انا from a single user ممكن يعمل application واحد يكونكت على سيرفيس ديت ويكتب 5000 10000 مثلا، يكريت 10000 instances من الابلكيشن ده. طيب ايه نوعيه يعني نتكلم كده نرجع تاني. الثريد ده اللي بتكتبوا عليه بتتحط في اي كاتيجوري؟ اول واحده. طيب وحد يقدر يكاتيجورايز اس تي ار اي ايه ده؟ اس تي ار اي الاس دي والار اي ليه؟ في اكس في اكس ده اكزامبل دي برزنتيشن سكيلز اللي قلتها انا. دي برزنتيشن سكيلز المفروض كنت اوريكم التيبل ده بتاع التبلت بتاع اليوز كيس، بس حاجه ما عملتهاش عشان عملت البرزنتيشن دي في طياره. طيب فهي دي كانت وان اوف ذا ثريدز دي اوف ذا ثريدز اللي احنا اكتشفناها. ايه دي كده؟ طيب الاس هي سبوفينج ذا يوزر، سبوفينج هي مش سبوفينج، الثريد ده مش سبوفينج. I'm not spoofing another user using by this. سبوفينج يعني انا مثلا عارفين كنا حد يبعت لك ايميل يقول لك ساين ان اون هوت ميل، تيجي تساين ان الباسورد واليوزر نيم يروح منك يروح يراوتد على حته ثانيه. اتاري ده مش الساين ان بيج بتاع هوت ميل، ده سبوفينج. فده ده مش سبوفينج. حلو ده. تمبرنج يعني changing the data، هو مش تمبرنج ولا حاجه. تمبرنج means ان this threat threatens that you'll be able to change the content of the data. هو مش تمبرنج. هو repudiation. Repudiation means that the threat I will not be able to identify exactly مين اللي مين المسبب المشكله دي، هل هو كلاود ولا هو كلاينت. لان ممكن مثلا لما الثريت ده يحصل from the client side ترفع القضيه، يجي الكلاود بروفايدر يقول ما كانش المفروض الكلاينت ان هو من عنده يحصل السبامينج ده، سبامينج اوف انستنس ده، والكلاينت في الناحيه الثانيه يقول لا الكلاود بروفايدر از ريسبونسبل عشان هو مش حاطط ماكسيمم نمبر اوف انستنسز بير ايتش ابلكيشن. فهو كده. هو مش انفورميشن ديسكلوجر. انفورميشن ديسكلوجر مينز ذات سم انفورميشن از بينج ديسكلوزد يعني كشفت. هو دينار اوف سيرفيس، اتس تايب اوف دينار اوف سيرفيس. وهو وهو مش innovation of privileges. innovation of privileges دي type of threats which deals with انه يكون في user takes the privileges of administering. ده مش طبعا اوكي. طيب نكمل. الهوب مسج الماكوس وانس فين؟ بترجع منين؟ راجع منين؟ كل حته شايف ماكوس وانس راجع. ده معنى يعني بيروح بعد كده ماكوس وانس راجع. بالظبط. الماكوس وانس هو بيبقى جواه حاجات بيبقى جواها مثلا مع كل كومباني بتديفاين بقى الموضوع. بس موست كومبانيز مثلا اللوج ريسبونس ده بيبقى فيه تايم تايم ستامب بالنسبه للسكيورتي يعني تايم ستامب امتى حصل اللوج ده، والاي بي اللوجيكال اي بي مش الفيزيكال اي بي، اللوجيكال اي بي اللي انا ريتش اي كونكتد تو ذس. بس طبعا ما كانش ينفع ان انا اخد اللوج ريسبونس دول استورهم بقى في حته ثانيه عشان كويس. بالظبط بالظبط. وده على فكره انت كان ممكن تشتغل معانا، ما جتش معانا ليه؟ ده بالظبط فعلا من ضمن السولوشنز اللي احنا حطيناها للشركه، ان احنا وي بروفايد امين باي ويتش وي كولكت اول ذيس لوجز توجذر ان ويتش ذا كلاينت كود كرييت هيز اون لوجز انستيد اوف جاست ريلاينج اون ذا لوجز ويتش كان بروفايد باي ذا بروفايدر. انت سمعت عن الاي بي اللي هو
even if إذا أيوة بس هل في طريقة إن إحنا نعمل analysis the logs key we relate the incidents اللي بتحصل مع إن جينا إن فيتنا بعدين لا فاهم إنه تمام بس اللي بتيجي من هنا بتبقى فيها داتا معينة بالذات في the incidents reporting في time stamps الكلام ده بتبقى أفضل بالنسبة لي إن أنا أعملها collection عشان أسرع لأن أنا دلوقتي أنا لو بحتاج مثلا لوكس بقدم ببعث لامازون ايميل بقول له انا حصل لي انسيدنت مثلا من شويه بليز كولكت مي اول ذا لوكس ريليتد تو انسيدنت فيبتدي امازون يرجع للتريسز بتاعته اللي على الباك اند اللي على الفيزيكال انفراستراكشر يقعد يدور على تريسز اوف ماي اي بي كونكتد تو ذس كلاود ويبتدي يطلع اللوكس دي وبعد كده يبعتها لي البروسيس دي بتاخد لها يعني ممكن تاخد لها يوم عقبال ما يبعت لي الفلوس ده انا بتكلم على اللوكس اللي هي سواء كانت لوجيكال او سواء كانت لكن لو لوكس دي لكن لو انا قدرت اعمل تريسنج لو انا شغال مثلا بلاتفورم بديفلوب معاهم ابلكيشن وذيس ابلكيشن از يوزنج ا بروسيس هي بروسيس على الاوبريتنج سيستم لو انا قدرت ان انا عن طريق مثلا الباتش فايلز او عن طريق الاوبريتنج سيستم كوماندز ان انا اطلع كل الداتا دي قبل ما تيجي مع الشركه ده بالظبط طيب دي اذر ثريتس موجوده سكيلابيلتي ثريت من ضمن المشاكل اللي حصلت برضه وان اوف ذا انسيدنتس ذات هابند ان وان اوف ذا كلاود بروفايدرز انه جت شركه كان المفروض احتفال ان في سكيلابيلتي يعني انا لو عملت اوت سورسنج ل 1 جيجا بايت اوف ستورج لو انا استخدمت اكتر من 1 جيجا بايت اوف ستورج المفروض الموضوع يتسحب في اي وقت الريسورس دي تعملها سكيلينج على قد ما انا محتاج جت شركه قالت لا انا مش قادر اعمل حصلت الانسيدنت مشكله بالنسبه للشركه او الانفورميشن سيستم بتاع الشركه ديزاين على السكيلابيلتي او على الاستيستي دي يبقى احنا كده This is the type of threat that the company, my company wanted to solve. بان هي تبقى عندها باك اب سيرفرز طبعا كتير عاملين ده يعني احنا كلاود وبنرجع تاني بس احنا لازم يكون في تريد اوف ما بين الاثنين لغايه ما الكلاود بروفايدر يبقى قادر يسكيور الكلاود بشكل فعال يبقى عندي باك اب سيرفرز ان هي في اي لحظه لو حصل سكيلابيلتي ثريت فيلير اقدر ان انا طيب another threat migration between client and different cloud incident الشركة employee او administrator كان مطلوب منه ان يعمل migration of a system from in one cloud to another وهو بيعمل migration خد الداتا طيب ده من ذا كلاينت سوري it's a cloud misuse inside the cloud الموضوع حصل ليه؟ حصل لانه الانفورميشن سيستم بتاع الشركة كله كان محطوط في كلاود فعشان اعرف الانسيدنت ده حصل مين اللي عمل واني اي بي اللي حصل منه ده اني اي بي واني كمبيوتر اللي اتعمل منه سيرفر والكلام ده كله لازم محتاج اللوجز كل اللوجز اللي على كلاود لان اكشولي البروسيسنج كل الكلام ده حصل على هو بعت الداتا دي من الكلاود على الايميل بتاعه على الايميل بتاعه وهو على كلاود مش هو على كلاود فالراوتنج حصل من الكلاود للايميل سيرفر بتاعه مش للشركه بتاعته سلام. طيب الحل ايه؟ الحل ان المايجريشن ده يبقى اوتوماتيك. يعني ما يبقاش فيه اي ادمنستريتور من حقه ان هو يسيف كل الداتا بيز انستنس او الانستنس بتاع السيرفرز دي تبقى فايل واحد، انتوا عارفين انه ما عادش تطلع فيها الاوبريتنج سيستم كله بيبقى فايل واحد. عارفين انتوا المعلومه دي. الو يا جماعه. هاي شغال ولا ايه؟ طيب. ال virtual operating system ده كله بيبقى فايل واحد بالداتا اللي فيه بالابلكيشنز بكل حاجه. مش المفروض ان الادمنستريتورز يبقى ليهم البريفليج ان هم يكوبي الفايل ده او يداونلودوا عنده ويحطوا فيه. لازم الموضوع ده يبقى اوتوماتيك. الجيت واي ده هو اللي يكونكت بالكلاود ياخد الفايل ويبروسس الفايل ده ويابلوده على الكلاود بتاعه. اللي بيحصل دلوقتي انه الجيت واي ده او الشركه اللي اسمها سكيور جارد دي اللي هي متخيله انها هتعمل كده في سنتين بتدرس كل الاركتكشر بتاع كل كلاود بروفايدر وبتحاول ان هي الجيت واي ده يبقى فلكسبل انف وي وركينج وذ اول